حدثنا سهل بن بكار، حدثنا وهيب، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أنس رضي الله عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعة، والعصر بذي الحليفة ركعتين، فبات بها، فلما أصبح ركب راحلته، فجعل يهلل ويسبح، فلما علا على البيداء، لبى بهما جميعا، فلما دخل مكة امرهم ان يحلوا ونحر النبي صلى الله عليه وسلم بيده سبعه بدن قياما وضحى بالمدينه كبشين املحين اقرنين